رجعنا لحضراتكم مرة تانية من الاستراحة، وصلنا دلوقتي ان احنا هنبدأ في الحلو زي ما اتفقنا. هنعمل حاجة بسيطة وهنستغل الموز اللي عندنا. الاول انا عملت طبق صغير، احنا نقدر نعمل اطباق صغيرة زي اللي انا عاملاها دي او اصغر منها، الصغننين قوي 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 دول، ويبقى جنب كل حد على السفرة جنبه طبق للي بيحبه عشان ايه يبقى الدنيا جميلة. طبعا مخرجنا ممكن تسترد لنا بس الكشك بعد اذنك قبل ما نبدأ في الصنف بتاعنا بتاع الكيك. انا هجهز هنا بوله جنبي. بسم الله هنبدا في كيك جميل جدا. الكيك ده كيك بالموز. تسلم ايديك وميرسي لذوقك جدا. الكيكه شايفين جميله وعاليه ازاي، معايا ده صوص شوكولاته بس جيمت طبعا التكييف هنا تلاجة. احنا المفروض صابينه في النص ونزل من تحتها، هو باظ شويه. طيب احنا بقى هنبدا دلوقتي في وصفه ان شاء الله يعني بسيطه وسهله. احنا هنعمل كيك بالموز. ايه هنعمل ايه في الكيك بالموز؟ عندي كوبايتين من الدقيق، نص معلقه من البيكنج باودر، معلقه كبيره، عندي رشه ملح، خمس حبات من الموز. انا ليه مش حاطه نسبه بيكنج باودر عاليه؟ لانه الدقيق هنا نسبته مش كتيره ونسبه الموز عندي عاليه. طيب عندي عصير ليمونه، عندي كوبايه الا ربع من السكر، عندي كوبايه الا ربع من اللبن، تلت كوبايه من زيت العباد او زيت نباتي، بلاش الذره خليه دايما عباد، معلش يا ندى صححيها خليها زيت عباد. تلت بيضات وفانيليا سايله اذا توفر الامر هتبقى رائعه جدا. في ناس مع الموز، الموز والتفاح والكمثرى والخوخ ودول بيليق معاهم شويه القرفه، اللي حابب مفيش مشكله، مش حابب خلاص دول بيليق معاهم. طيب انا دلوقتي عندي موز، الموز مستوي، بصوا حضراتكم الموزة عاملة ازاي، افتحها تشوفوها مستوية خالص، شايفين ازاي. احنا اتفقنا ان ينفع لينا لبدائل بديل البيض فاكهة بيوريه على طول. عايزين تشيلوا البيض من كيكة وتحطوا مكانها فاكهة بيوريه. الفاكهة البيوريه سواء تفاح او كمثرى او الموز بس من غير منكهات، دول الحاجات الوحيده الثلاث حاجات اللي ما بتديش طعم عالي قوي قوي في الكيك فتغير لكم طعمها لكيكه بحاجه معينه. تمام. طيب انا دلوقتي هبدا كده ايه البس الجلافز، خليني اقشر بقيه الموز اهرسه مع حضراتكم في البوله دي. طيب لو انا عايزه احافظ على الموز فتره طويله، لو احنا في الشتاء انا الموز بجيبه كنت بعمل ايه، بحط على الجزء اللي فوق ده قطعه كده من السيلفر وبسيبه بره عادي كده. باجي هنا بمسك دي الجزء ده بعمله كده وبحطه بره عادي جدا، بيحتفظ بالموز سليم ما فيهوش مشكله خالص. في ناس بتحطه في الثلاجه، ده بيسود وبتفضل الموزه من جوه بيضه، ده في الصيف بقى، ده في الصيف. طيب انا دلوقتي هفترض ان عندي كده شويه اقدر اعمل منه عيش واقدر اعمل منه توست واقدر اعمل منه كيك، فانا همسك بقى مع حضراتكم معلش هنقل الطبق ده هنا وهقف كده سمي الله ونايه نبدا نحط الخمس موزات بتوعنا اللي احنا عايزين نهرسه. تمام. الكيك دي تقدروا لو انتم مش هتكملوها اكل في وقت معين حضراتكم شيلوا الباقي في الفريزر. حاضر. علشان حاجه واحده، علشان لو قعدت هتغير ريحتها لان الموز ده فاكهه طبيعيه وهيغير الطعم. طيب هناخد كده معانا ملك، اهلا وسهلا يا ملوك. اهلا وسهلا. الو. اهلا اهلا. الو. انا مع حضرتك سامعاكي. اهلا استاذه ملك اتفضلي. عايزه وصفه الكريب. الكريب حاضر من عيني. عايزه وصفه الكريب. من العين دي والعين دي. عيني. من عينيا. حاضر يا استاذه ملك. ننزل الكريب شباب. ماشي حبايبي. هاخد بس الشوكه. بصوا بقى ههرس الموز اهو. بسم الله شايفين ازاي بيتهرس بسهوله، واقدر استفيد لو الموز ده ما بقاش عندي كويس هعمل منه توست. في التوست بتاع الموز ده رائع على فكره، بيتاكل في الفطار الصبح وكمان لما بيتنشف تخيلوا بيبقى زي التوست الجاف، بيبقى روعه. تحطوا عليه حته جبنه، حطوا عليه عسل بينا باتر اللي هي زبده الفول السوداني، وتحطوا عليها معلقتين عسل ابيض، بيبقى رائع. تعالوا بقى كده ايه نهرس الموز ده كويس كده. عندنا حاجات نقدر نستفيد منها جدا، الفواكه اللي بتخستع معانا على طول نروح عاملينها في وصفات ايه تسندنا على طول، وتبقى وصفات من اغلى الانواع اللي بتتباع ساعات بره
الاوروبيين او بره، يعني بره مصر عاده الحاجات دي بالنسبه لهم بتتباع في البيكرز غاليه جدا في عند الخبازين والاماكن دي. طيب هاخد هنا بقى، بسم الله الرحمن الرحيم. هاخد تمام، هاخد كده البيض، ابدا اجهز البيض، اشوف اخبار البيض ايه معايا. بسم الله، بيضه بيضه. وناخد ام حماده، يا مرحب يا مرحب. يا اهلا بك يا زوزو. اهلا يا فراولتي، ازيك يا روحي؟ ازيك يا زوزتي؟ انت عامله ايه يا روح قلبي؟ انت روحي وعيني وكلي. يا رب يسعدك يا حبيبتي. مبروك لاولادك. الله يبارك في عمرك يا حبيبه قلبي. الف الف مليون مبروك، ويخليهم لك ويحفظهم لك يا رب. امين، ويخليكوا ليا يا حبيبتي بصحه وعافيه. الله يخليك. وانا احب ابعت رسالتي الامنيه. ايوه. واهنيها على اولادها. ايوه. مريم الحاروني وعلي الحاروني. ما شاء الله. يعني من المراكز الحمد لله. ما شاء الله، ربنا يبارك فيهم يا رب، وتشوفيهم عرايس. الله يخليكي وتشوفي اولادك احسن الناس. امين يا حبيبتي في حياتك يا رب. تسلمي لي يا فراولتي، وتحيه لكل اهل اسكندريه الغاليين عليا جدا، بحب اسكندريه جدا وبحب كل اهل اسكندريه، ويمكن ربنا اكرمني ان انا عندي شويه باع في اسكندريه، لما بنزل بجد بشوف الترحيب، حتى لو انا قاعده في العربيه بالصدفه كده الاقي ناس تقف وتتصور ونتكلم، وبحبهم جدا، روحهم حلوه كده وكرمه وجمال. طيب انا دلوقتي حطيت البيض، حطيت الفانيليا السايله، حطيت اللبن، حطيت السكر، عايزه الحاجات السايله كلها اخلطها مع بعض. هنا حطيت البيكنج باودر على الدقيق، هشيل بقى دول. طبعا في لسه الزيت ما حطيتوش، هحطه حالا. عندي تلت كوبايه، بسم الله، بس تلت كوبايه زيت. هنقفل بقى كده مع بعض، نضرب الخليط ده سوا، بسم الله. رشة ملح بسيطة علشان الدقيق والبيكنج باودر اهي. هنحطها ونقلب. تمام، هعمل ايه بقى؟ هاخد الخليط الجميل ده الاول، بسم الله، هضيفه هنا على الموز. عايزين تضربوه كله اوكي، بس انا بحب اسيب كده في الموز شويه يبان، لان الكيك لما بيطلع سخن الحقيقه وبيتاكل بيبقى روعه. لو مش هتاكلوه على طول، خدوا جزء منه شيلوه في الفريزر، وقت ما تعوزوا تطلعوه تاني طلعوه، يقعد بره كده يفك مع نفسه، ترجع جديده زي ما كانت. لو لا قدر الله نسيتوا اي كيك بره، ويعني الكيك ما بقاش بنفس الطراوه والحلاوه اللي حضراتكم متعودين عليها، يبقى خدوه نشفوه، اعملوه زي البسكوت، زي بسكوت اليانسون، زي الفايش، زي الحاجات دي. هاخد كده كمية الدقيق، بسم الله، وخليني اخد ايه الوسك كده شوية شوية، بسم الله، عشان الهواء. يبقى هنا في كمية موز لا بأس بيها، وحطينا، نزلولنا المقادير تاني يا ولاد بتاعت كيكة الموز، ببواقي الموز اللي موجود عندنا يكون طري تماما، هنستخدمه في كيكة الموز دي بطريقة بسيطة، مفيش أي حاجة زودناها خالص غير نسبة الموز اللي حطينا، خمس موزات من الموز بتاعنا اللي موجود دلوقتي في السوق أهو يا حبايبي. كده هنقلب كده، وبعدين بعد ما أخلص الكمية دي هياخد شوية الدقيق الباقيين تاني شوية شوية، عشان ما أخلقش الهواء كله مرة واحدة. يبقى احنا كده اهو، بسم الله، وعندي الفرن. طبعا اول ما ببدا في الكيك لازم اشغل الفرن على حراره 180 على الشبكه في النص. عجينه الكريب هننزلها بعد اذنكم، تسلم ايديكم وعينيكم. انا ما نسيتش المكرونه بالبشاميل ان شاء الله، انا هقولها بس لو ما لحقتش اوكي. تسلم ايديكم، عجينه الكريب معانا لو حابين تصوروها، احنا عملنا منه حادق وحلو، وان شاء الله الاسبوع اللي جاي وعد اللي طلبوا المكرونه بالبشاميل انا هعملها عملي ان شاء الله عشان حضراتكم تشوفوها بكل التفاصيل بتاعتها. بشاميل صحي ان شاء الله. بسم الله. كده يا ندى؟ ماشي. كده يا ندى؟ بتقولي بشاميل صحي، قاعده على وداني يا ندى. ماشي يا نودي. انا اقول لهم دايما نقدر نعملها وبطريقه صحيه، بس انا بقى مش عايزه احط فيها دهون كتير. ادي كده.
عشان ماشي يا احمد، بس كده احنا عنينا نيجي يا احمد. احمد عامل دايت دلوقتي عشان كده هو رحب بالصحي، خدتي بالك؟ طيب هطلع بقى قالب الكيك. بسم الله الرحمن الرحيم. ده القالب اللي انا عملت فيه، اسمحوا لي احط نقطه زيت واحده. بسم الله، وهبدا ايه امشيها بالفرشه في كل الايه القالب كده بالراحه، والجوانب كمان لحد فوق، وطبعا شويه دقيق نعفرها وطبعا العمود اللي في النص ده حتى لحد فوق، لان ساعات بتعلى لحد فوق بتلزق ما بتبقاش ايه تطلع بسهوله يعني. طبعا القوالب دي طبعا دلوقتي بقت يعني اشكال وانواع مش قادره اقول لحضراتكم، تقدروا تنقوا فيها. وعلى فكره والله احلى صواني اللي كنا بنعمل فيها، والقوالب اللي هي بتاعه الكيك سبونج تتباع وتطلع. المهم الرقع اللي بيعمل زي ما بيقولوا يعني. لكن طبعا التسهيلات اللي موجوده في الادوات بتاعه المنزل بقت بجد حلوه جدا. طيب بصوا الكيك بقى هناخد كده ونصب، بس خليني الاول احط تعفيره من الدقيق اهو. هاخد كده، هاخد كده في الجوانب كده، بعمل كده وهنفضها تحت عشان اعمل كده يعني ايه بشكل كويس. واسمحوا لي هنفضها هنا اهو، ما يبقاش فيها تكتلات دقيق. ده عشان الكيك فاتح، لو الكيك ده ما كانش كيك فاتح، بسم الله الرحمن الرحيم، هضطر احط كاكاو. لو هي كيكه شوكولاته مش هحط دقيق بقى، هعفر بالكاكاو، هعفر القالب، مش انا اللي هعفر يعني. يلا حبايبي بصوا كده هنطلع بقى. اولا الكيك ما يبقاش يوصل اكتر من كده في القالب عشان نديله مساحه يعني واستعداد انه يعلى عن كده، فما يخرجش بره القالب ويبوظ شكل الكيك. الفرن عندي سخن على حراره 180، هحطه على الشبكه في النص. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. هياخد حوالي من 45 ل 50 دقيقه على حسب درجه حراره الفرن. مش هنفتح على اي كيك ابدا قبل ما يعدي النص ساعه او يعني داخل في نص ساعه. بعد ال 25 دقيقه اعملوا اللي انتوا عايزينه ونفتح بالراحه عشان ما نهبطش الكيك اذا عايزين تجربوه. لكن عموما الكيك ما بياخدش اكتر يعني، لو قالب كبير ما بياخدش اكتر من الوقت ده. هوري حضراتكم شكل الكيك، ممكن اقطع لكم قطعه كده صغنونه، خليني اوريكم حته كده. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين ادي كيك الموز اهي، فيها قطع الموز جوه طبعا وهي سخنه رائعه جدا كده. بصوا في صوص شوكولاته هنا. اوكي ايوه اهو. ماشي حبايبي، طبعا صحه وهنا على قلب حضراتكم. طبعا بتطلع الكيك زي ما انتم شايفين عالية وجميلة، أتمنى يا رب تجربوها وإن شاء الله نستفيد من الفواكه اللي موجودة عندنا في البيت حتى لو هي مش فريش أحسن حاجة يعني. اسمحوا لي بقى دلوقتي هنروح بعد الاستراحة دي هنلتقي بضيفتي اللي هتشرفني وتنورني في الاستوديو، دكتور دينا أبو السعود المستشار الطبي لشركة باي ناتشرال، عشان نعرف معاها إزاي نتفادى مشاكل العظام. مستنية حضراتكم بعد الاستراحة.